الجنسية النمساوية حلم كل من وصل إلى هذه البلاد أملاً في عيش كريم يحترم إنسانيته ووجوده، ليعبر عن ذاته سياسياً ووجودياً، لكن بين سلطة القانون والإرادة السياسية تضيع هذه الأحلام طارة، وطارة أخرى تصطدم بشروط الحصول عليها. الخلاف على قانون الجنسية يقسم المشهد السياسي، في حين رفضت الحكومة مقترح الرئيس أيده حزبي اس بي او ونيوز بتسهيل بعض شروطها، ليقف حزب اف بي او بالمرصاد، وحزب المستشار نيهامار يعارضه ويتمسك بالوضع الراهن، فيما يقف حزب الخضر الصديق للبيئة ضد رغبة الكثيرين مؤيدا لشريكه الحكومي. دعونا نبحث أكثر في التفاصيل. الرئيس النمساوي ألكسندر فاندربيلن الذي بدأ بإثارة القضية وهو الساعي للوصول إلى فترة رئاسية ثانية، حيث طالب بتسهيل شروط الحصول على الجنسية النمساوية قائلا: لا أرى أي مبرر لفترات انتظار تصل إلى 20 عاما وست سنوات هي فترة كافية للحصول عليها. هلا حقيقة أنا ملاحظة أنه الوعود أو الاقتراح اللي بدر أو المبادرة اللي صدرت من طرف رئيس الجمهورية فاندربيلن طبعا كانت مبادرة إيجابية أنا بعتبرها، وبتلبي متطلبات أو رغبات الشعب، جزء كتير منه اللي حابب أنه يتجنس بالجنسية النمساوية. بس حقيقة هي على أرض الواقع صعبة التنفيذ، والسبب ليه؟ لأنه التغيير الأخير بقانون الجنسية اللي حصل تجديدي، ونحن لاحظنا هذا الشيء تماما. تجديدي على أي نطاق؟ بالدرجة الأولى من حيث الوقت، من حيث المدة، فنحن نعرف إذا حدا بيعرف القانون القديم كيف كان عندنا 3 سنين للاجئ، بعد 3 سنين إذا متوافرة الشروط بيحصل على الجنسية النمساوية، أو 3 سنين للأجنبي المتزوج من نمساوي أو من نمساوية. هدول السومندست، يعني عم نحكي بجزء صغير كتير، هذا الجزء تحول فجأة من 3 سنين ل6 سنين. إضافة للاجئ صار عنا شقين اللي هو 6 سنين أو 10 سنين. وزير الداخلية جيرهارد كارنا بدوره قال: لا أجد أي مبرر لتغيير القوانين، فيما أيدته وزيرة العدل ألما زاديتش، والتي قالت أنه لا يوجد في مخطط الحكومة أي شيء من هذا القبيل، وهذا يعني أنه لا حديث عن هذا الموضوع قبل عام 2024. أنا بقول بأنه المادة اللي تعدلت ودخلت على قانون الشتات بوغشافت كيسيتس اللي هي باراجراف 1000A، وأنا برأيي أي شخص ناوي يقدم على الجنسية مو غلط يصل سيجتمت بشافتين، يعني حطها ويقعد يقراها. تحديداً هاي الفقرة 6 الأبسط 6 هي ما كانت موجودة بالشتات بوغشافت كيسيتس، تدخلت أو دخلوها. طبعاً تدخيلها كان يسعى أو التركيز فيها على نقطتين أساسيات. النقطة الأولى، نحن شددنا بالمدة، ولكن طلبنا شو طلبنا؟ نحن طلبنا نقطتين، أو بالأحرى الحكومة طلبت من التجديد نقطتين. النقطة الأولى يلي هي الشبراخليخي انتجراتسون تتقوى، فنحن كنا عم نحكي على البيئنس أو في أمل صار عنا 10 سنين بيئنس بس بيتس بقى 6 سنين، دليل نحن قوينا من فكرة إنه نقول أوكي 10 سنين، بس انت كلاجئ اذا كنت شبراخلي ما انتجريت يبقى انت بتتجنس ب4 سنين قبل. فهذا اسمه موتيفاتيون، شجعوهم لحتى يطوروا لغتهم الألمانية اكثر. زعيمة اكبر حزب معارض وهو الحزب الاشتراكي اس بي او باميلا راندي فاغنا ترى ان القانون عليه غبار، وان العقبات المالية كبيرة للغاية، والاطفال الذين ولدوا في النمسا يجب أن يحصلوا عليها إذا كان أحد الوالدين في النمسا لمدة 5 سنوات. وحزب الأحرار اليميني الشعبوي FPO يخشى من أن التجنيس الجماعي سيؤدي إلى مئات الآلاف من النمساويين الجدد في النمسا. النقطة الثانية اللي كتير ناس ما بتعرفها للأسف، بمادة بالباراجراف 1000A أبسط 6 بتقول انت بيضا بيتبقى لحتى نعدل من 10 سنين ل6 سنين، أو 3 سنوات عمل ضمن، إما عمل تطوعي بمنظمة غير ربحية، أو نوع العمل يلي الشخص عم يعمله 3 سنين الأخير حيكون بقطاع تعليمي اجتماعي أو صحي.
هاي النقطة في ناس كتير للأسف ما بتعرفها، وكل العالم عم تعتمد فقط على بي أين سبيتس باي. في ناس عم تشتغل تتسيخليش بهذا المجال بس إنه ما عارفانين إنه هاي ميزة لإيران. المستشار النمساوي كارل نيهاما حسم الخلاف بقوله بأنه لن يكون هناك أي تخفيف في شروط الحصول على الجنسية مع حزب الشعب، مؤكداً بأن نسبة كبيرة حصلت عليها بعد 6 إلى 10 سنوات. أما المحامي الدستوري هاينز مايا يقول بأن النمسا لديها واحد من أكثر القوانين صرامة، ولم يعد من الجديد أنه لا يسمح للأشخاص الذين عاشوا في النمسا واندمجوا بالتصويت في الانتخابات، ووصف هذا بأنه سخيف. فإجراءات الجنسية متعرف عليها أنها كتير طويلة، ولكن أنا كان عندي حالة ريكورد ب8 شهور، وبن بفيينا، فيينا المتعارف عليها والمعروف بأنه هي فعلا تأخذ وقت كتير طويل. ليه؟ لأنه كان كل شيء كلار، كان موظف عنده أو بأحرى أنجشتلتا عنده بشتين تسكي هالز، دخله واضح، ما في كان كومبليكاسيونا. نقطة كتير مهمة هي موضوع إذا كان هو سلبشتندك، وأنا قلت بلقاءاتي القديمة وفيديوهاتي القديمة أنا قلت السلبشتندك كانت مشكلة جنسية. ليه؟ لأنه في عندي الرينجبين أمشخص، أنا عندي شركة فيها مصاريف فيها دخل، ولكن مصاريفها كتيرة، شو بيضل عندي أنا كصاحب كرب العمل كربح نهائي بدي أدفع الأينكم ونشتغل كمان، فبالنهاية هذا الجزء الصغير اللي بيضل هو الأينكم تبعي. لهيك الجنسية بتنظر ما بتنظر لأنك أنت عندك فيرما وعندك شركة وعندك موظفين، شئن بس بالنهاية قديش بيضل لك بالأخير دخل لك، وهذا اللي بيحسب الجنسية. 2 عدد أفراد الأعضاء، يعني هلا أعضاء أو الأنتركشتلة احتمال يكونوا عيلة مؤلفة من 6 أشخاص من 4 أشخاص، أكيد هدول الإجراءات الجنسية ما حتاخذ نفس الوقت يلي بيكون شخص واحد أو إيبا اثنيناتهم بيشتغلوا. 3 والأهم هي موضوع السخ بقابيتها نفسه، وهذا الشيء قلته قبل هالمرة، أنا في سخ بقابيتها أنفخ عمليين سريعين بيحبوا ينهوا، وفي عندك سخ بقابيتها للأسف بطيئين. ونحن بنعرف انه للاسف، وهذا الشيء بقوله انا، انه موظفين البلديه واي اغلب البيئمته اخذوا بعين الاعتبار او موظفين الدوله الكورونا عذر لحتى يشتغلوا اقل. بيقول لك انه هلا لاحظوا انه سواء فتريت من الشخص باجراءات الجنسيه او غير فتريت، وقت بده يتصل بالماجستراط صار ممكن يحصل رئيس الجمهوريه اسرع ما يحصل السخ بقابيتها. طبعا ليه؟ لانه هن بيقولوا لك كورونا، ما في اتصال مباشر، فيك تعملي فكره لانك تتصلي تحطي رقمك وبيرجع السخ بقابتك بيحكي معك. انا ما عم بعرف ليش عم يعطوا هالوهره الكبيره للموظف لحتى يصير كتير مهم ليرجع يتصل مع الشخص، لحتى اذا رجع اتصل اللهم طبعا ممكن يقولوا لك ان بقابعتهم. اوكي، هذا الكلام كله للناس، انا بعرف هالكلمه اللي عم بحكيها قديش عم بتاثر فيهم، قديش عم يحسوا بالشي اللي انا عم بحكي فيه، لانه هن بالنسبه لهم حابين يعرفوا التطورات، والموظف بيقول لك ان بقابعتهم بونكت بس استودينك. منظمه SOS متمنش ايدت مبادره الرئيس وقالت انه لا توجد دوله اوروبيه اخرى في الاتحاد الاوروبي اكثر صرامه من النمسا في الحصول على الجنسيه، يضاف إلى ذلك أن النمسا تجمد بعض القوانين الأوروبية على أراضيها بما يخص عديم الجنسية وتعاملهم كأي مواطنين آخرين. وفي أحدث الأرقام، فقد منحت الجنسية النمساوية ل4865 شخصا في الأشهر 3 الأولى من هذا العام، بزيادة 10% عن العام السابق، 40% منها لضحايا النازية، وكان منهم 304 شخصا من سوريا. عالم السياسة جيرت فلاشا يقول أن 1200 يورو كحد أدنى للدخل صعب على العديد من السكان في النمسا، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وبالإضافة لمدة 6 سنوات من الإقامة دون رحلات العمل والإجازات، بالإضافة إلى مستوى من اللغة الألمانية B2. فعملياً موضوع الجنسية هو موضوع جداً مهم، ونحن نعرف كلنا أنه كتير ناس حابين كتير يتجنسوا، أنا بعتقد أنه هذا حقهم الطبيعي، بس موضوع التجديد ولا موضوع التسهيل أي منهم اللي هلأ بالوقت الحالي حيسري، أنا بعتقد ميالي أكثر بالنمسا، ميالي لأكثر لموضوع التجديد، لأنه هي بدت تخلي الناس ياخدوا جنسية نمساوية اللي حقيقة حسب
برأيها بيستاهلوها. فيا هل ترى النمساوي بيعمل مخالفات؟ طبعا بيعمل وكتير. فليش نحن بدنا نطلب من الشخص اللي بده يتجنس ما يكون عنده أي مخالفات سير؟ يعني هي كمان أنا بلاقيها ما أنا منطق. بس بالمقابل هن شددوا على موضوع مخالفات السير كتير، بس بالغوا فيها كتير، بحيث إنه 3 مخالفات سبب للأب بايزونج. أنا بعتبر هذا الشيء غلط. والحل طبعا أنا من وجهة نظري بعتقد كقانونية بقول يفترض ينعمل اعتراض، وبيكون في أمل بالتبعتي إنسانس أو بالمرحلة الثانية ليكون في عنده الشخص أمل بأنه يحصل على جلسة نمساوية. فهل ستتحرر الجنسية النمساوية يوما من صراعات ما قبل الانتخابات لتصبح واقعا يلامس كل لاهث وراءها؟ وهل سيتم تنفيذ ضمانات تحول دون وقوع حالات انعدام الجنسية؟ أم ستظل قوانين الجنسية النمساوية ليست أكثر من مزايدات خطابية لا تستطيع أن تصل إلى قبة البرلمان؟ كنت معكم أنا بثينة من فيينا، وإلى اللقاء.